السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. النهاردة ان شاء الله بإذن الله حبايب قلبي من كيلو لبن او من 2 كيلو لبن اللي موجود عندك حبايبي، وقطع اللبن اللي هيقطع من هنا ورايح مش هنغلي، ماشي؟ يعني عندك لبن وما قطعش، احنا هنخليه يقطع ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله تخشوا معايا المطبخ ونشوف الفيديو بإذن الله ونجربوه وتعملوه وتبقى زي ما انا ما عملت واحسن كمان. جبنة كريمي حبايبي طعمها جميل جدا جدا جدا، وحاجة مفيدة واحسن من ان احنا نشتريها من بره، فيها مواد حافظة، احنا نعملها في البيت عشان الاولاد. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه حبايب قلبي، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، اذكروا الله يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله حبايبي باذن الله كل اللي هيغلى زي ما احنا متفقين هنعمله في البيت. زي ايه يا حبايبي؟ زي الجبنه الكريمي حبايبي اللي بنجيبها من بره، بقت العلبه غاليه جدا، فتبعوا على ايه احنا نعملها في البيت حبايب قلبي. مكوناتها ايه؟ انا جبت ده 2 كيلو لبن حبايب قلبي، ماشي. عايزه تجيبي لبن بقى من اللي هو الكياس، ماشي، بس انا بفضل يعني اللبن اللي بيجيب من الازايز، ماشي حبايب قلبي. دول 2 كيلو انا غليتهم من امبارح، وحاطه هنا نص معلقه صغيره ملح، وعصره 3 ليمونات حبايب قلبي، ماشي. ان شاء الله باذن الله هنعمل ايه بوشه كده بكل حاله، هنحطه على النار، واول ما احس ان هو هيبدا يسخن قوي، اول ما يسخن ان شاء الله هنضيف المكونات وهنشتغل فيه مع بعض لحد القوام اللي احنا عايزينه. بس ما تنسوش حبايبي تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. خليكم معايا يا حبايبي، حط على النار، ولما يبدا يغلي نشتغل فيه، هنرجع مع بعض تاني، بس ما تنسوش تحطوا اللايك. بص حبايبي هو كده سخن قوي، فبدا ان هو ايه يغلي، هنسمي اللبن ونروح مفضيين ايه الليمون كده زي ما انتم شايفين. هتبص تلاقيه قطع وبقى ايه، بص حبايبي بقى حتت زي ما انتم شايفين كده، وفصل كده، هنطفي النار عليه كده، الدنيا معانا تمام، يهدى بس حبه وهنشوف هنشتغل فيه نعمل ايه يا حبايب قلبي. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين، تبقى انضف واحسن كتير من اللي احنا نجيبها من بره حبايبي. وحاجه احنا ضمننا، حاجه احنا عاملينها في البيت بايدينا، ما شاء الله حبايب قلبي بتبقى جميله. ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. ان شاء الله الطريقه تعجبهم وجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم، خليكم معايا يا حبايبي. بص حبايبي انا رفعته من على النار، هنجيب بقى حاجه ونحط فيها مصفى زي ما انتم شايفين كده، اي حله عندك، اي كروانه، اي حاجه، اي صينيه، ماشي. وهنجيب شاشه، ما عندكيش شاشه ممكن اشرب زي ما انا عامله كده، وهنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصفيها حبايبي كده، بسم الله بسم الله. شايفين حبايبي كده الشرش ده احنا هنحتاجه، فهنسيبه عشان تبرد معانا حبايب قلبي. هرش بس عليها نقطتين ميه بارده كده اللي بيها بردها عشان اقدر اعصرها ونشتغل فيها حبايبي كده زي ما انتم شايفين ان انا بردها، اقدر امسكها، ماشي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اللي هو كده حبايب قلبي. على فكره لسه سخنه برضو، احنا انا عايزه اصفي الميه خالص منها، ماشي. طبعا لسه سخنه فهنسيبها حبه بس كده تبرد حبايبي، وبعد كده نشتغل فيها، خليكم معايا. بص حبايبي وكده بعد ما بردت وصفيناها خالص من الميه، هنحط معلقه كبيره معلقة الاكل كده زي ما انتم شايفين زبده، وهنحط نص معلقه الملح، وهنبدا بقى نشتغل فيها ان شاء الله بالهاند بلندر حبايب قلبي. خليكم معايا شغال ونرجع مع بعض تاني. بص حبايبي عشان تطرى معايا هنحط معلقتين ثلاثه كده من الشرش اللي طالع منها، ماشي حبايبي، ونبدا ايه نشتغل فيها زي ما انتم شايفين كده لحد ما هتسيب القوام بتاعها بقى كريمي، ونعمل معايا خالص ان شاء الله كده تبقى خلصت. خليكم معايا حبايبي، خلصنا ونرجع مع بعض تاني. بص حبايبي بقت بالقوام اللي انتم شايفينه ده، بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي جميله جدا. احتاجنا ايه حبايب قلبي؟ احتاجنا بتاع نص كوبايه من الشرش اللي طالع من الجبنه حبايبي. بص ناعمه وجميله ازاي، ان شاء الله عندك برطمان، ماشي. ما عندكيش برطمان ممكن علبه من العلب ديت اللي بنحفظ فيها الاكل برده بتنفع، بسم الله الرحمن الرحيم، هنسمي الله كده
وهنفضيه بقى. استنوا معايا بس حبايبي افضيها وارجع معاكم تاني. بص حبايبي كده دي الجبنه الكريمي زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا من 2 كيلو لبن حبايبي طلعت علبه زي ديت، لو رحنا نجيبها من بره هنجيبها بقد ايه يا حبايب قلبي؟ العلبه اللي الكوبايه الازاز بقت ب 55 جنيه يا حبايب قلبي، الكوبايه الازاز اللي زي دي كده ب 55 جنيه الصغيره. فاحنا على ايه يا حبايب قلبي؟ احنا نعمل في البيت افضل. يعني جبنه بقد ايه لبن مثلا؟ المهم ان احنا نعمل الحاجه في البيت افضل حبايبي، وانضف كتير من ان احنا نشتري من بره. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، يا رب الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. تنسونوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ما تنسوش حبايبي تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.